هذا الذكاء الاصطناعي يقولون أنه مجرد عن العواطف. فأكيد الجهاز الناقل سواء كانت الألياف الضوئية الأسلاك أو أجهزة البروسيسور هي ليس لديها عواطف، ولكن ترجمت العاطفة للملقي لتصل للمتلقي لتوصل الغاية. حينما يكون هناك استهداف لدولة معينة لعملية خرق الثقافة المدنية فيها وتخريب مفاهيم الأخلاقيات وتخريب مفاهيم التعليم والتربية، أول مرحلة تكون دراسة نقاط القوة في هذا المجتمع على المستوى الثقافي، وبالتالي صاغة برامج إلكترونية تتناسب مع هذه المادة دون أن تنفر بالمرحلة الأولى كي لا ينتبهوا أن هذا يخرب في ثقافتهم. لذلك تأتي في التدريج بمسميات بأشكال محلات يدس السم في العسل حتى يخدر المستهلك أو المستخدم أو المتابع لهذه المادة الإلكترونية ويصبح مدمن عليها، مثل الواتساب مثلا أو بعض البرامج التي لا يمكن الاستغناء عنها. فبالتالي يسمم هذه المدخل لهذا البرنامج من خلال تلك المواد، وطبعا لا تكون مسمومة بدرجة عالية، تأتي بالتدريج، واليوم نراها بموضوع المثلية مثلا. فهذه السموم تأتي في مستويات كي لا يكون هناك نفور من جهاز المناعة الثقافي بالمجتمع المحافظ أو المجتمع الإسلامي، فتأتي بالتدريج لتسميمه للأسف، ويكون الكارثة حينها.